شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة. ليس لمصر وحدها، وإنما لأمتكم العربية بأكملها. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هاماتنا، مرتفعة راياتنا. رجال أكتوبر. كابتن غزالي، لكل إيد قوية حضن زنودها المدافع. كان الكابتن غزالي شاعر عفوي، لم يدرك ذلك إلا بعد حرب يونيو 67، فبادر إلى تشكيل فرقة فنية من أبناء السويس للترفيه عن الجنود ورفع معنوياتهم خلال عمليات حرب الاستنزاف. كان أعضاء الفرقة يجتمعون على بطانية ميري، فأطلقوا على فرقتهم الاسم نفسه قبل أن يسميهم الناس أولاد الأرض. كتب العديد من أغاني المقاومة الحماسية ليغنيها مع زملائه على أنغام السمسمية في خنادق الجنود وتجمعات أبناء القناة المهجرين بمختلف المحافظات. غنى طلبة الجامعات للسمسمية والكل إيد قوية حضن زنودها المدافع، وبلغ صدى أغنيات كابتن غزالي الإذاعة، فغنت له فايدة كامل: فات الكتير يا بلدنا، ما بقاش إلا القليل. وكانت كلماته حاضرة على جبهة أكتوبر مع أبطال يرددون: ونجيب النصر، هدية لمصر، ونكتب عليه أسامينا.